من جميع ما ذكر. لذلك المطلوب اليوم هو وقفة جادة من الجميع، وقوف دقيقة صمت حداد على شهداء مدينة نابلس الذين سقطوا اليوم في مدينة نابلس في حي ياسمينة. كل التحية من أرض خليل الرحمن إلى نابلس الصمود ونابلس التحدي. فلسطين لنا وستبقى لنا، هي أرض آبائنا وأجدادنا، وسنبقى ثابتين ولأبعد مدى سنبقى ثابتين فوق أرضنا، أرضنا فلسطين وأرض عروبتنا. أن لنا أسرى ولنا شهداء. والآن الكلمة ممثلاً عن العسكريين المتقاعدين، فليتفضل يلقي الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إننا نقف اليوم تعبيراً عن مشاعرنا اتجاه اغتيال وقتل الشهيد خضر عدنان، هذا الشيخ المقاتل، هذا الشيخ المجاهد، هذا الشيخ الأسير